وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار اللي هيكونوا متواجدين معانا لتحليل مباراه منتخبنا الوطني ضد منتخب الجابون. النجم الكبير كابتن اسامه عرابي. ازيك كابتن اسامه؟ اهلا وسهلا بك. شرف ومنور. الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك ايضا النجم الكبير كابتن احمد بلال. ازيك يا بلال؟ ربنا يخليك. ازيك اخبارك ايه؟ الف مبروك على البقى. انا ما جيتش اول مره. اول مره نتقابل هنا. كنا على طول مع بعض لكن اول مره نتقابل. كنا هناك. ايوه كنا هنا. صح كنا هنا. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن عادل مصطفى. ازيك على الدور؟ حقيقة سلام. مبروك إيه؟ مبروك والحمد لله على السلامه. رجوعك بيتك. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يخليك كابتن اسامه. هبدا معاك على طول لانه الحقيقه النهارده هل نقطه مرضيه لمنتخبنا الوطني وشكل الاداء من وجهه نظرك شفته ازاي؟ بدايه النقطه مرضيه كتجميع نقط في المجموعه. ايوه يعني انا يمكن قبل المباراه قلت لو ما كسبناش ما نخسرش اللقاء لاكثر من سبب. اولا انت بتلعب دوري في البدايه دلوقتي مجموعات بتجمع اكبر نقط اللي هيوصل فرقه واحده فعايز تجيب اكبر نقط. فرقه الجابون لا الجابون خسرانه الماتش اللي فات من ليبيا. النهارده الخساره او التعادل 90% هيخرجها بره الموضوع. نعم. يعني انا اعتقد ان رغم ان هم فرقه جيده وعندهم نجوم لعيبه شفناهم النهارده هايلين بالذات الخط الامامي يعني بتاعهم لكن هيبقى في صعوبه. خسروا الماتش الاولاني وتعادلوا الماتش الثاني في ملعبهم. انت في المقابل خدت الثلاث نقط الاولين على ملعبك والطبيعي انك تاخد التسعة بونت اللي على ملعبك وهتجمع اكبر عدد تقدر تجيبه من المباريات الخارجيه. ايوه فالنهارده كان مهم جدا انك انت تكسب. إذا ما كسبتش ما تخسرش اللقاء ده من حيث النتيجة لكن من حيث الأداء طبعا أداء النهاردة ضعيف جدا. يعني معظم لعيبة المنتخب ما كانوش في الحالة الطبيعية بتاعتهم. يعني هتلاقي هتختار كده واحد أو اتنين حاولوا على قد ما يقدروا. حجازي كان بيكافح كتير وبالذات في الجزء الأخير حتى في النواحي الهجومية لما كان بيطلع أثر شوية في سواء في ضربات ركنية أو حتى كان بيطلع بيزود نص الملعب. أفشى البداية بتاعته كانت جيدة رغم أن النهاردة ما بيلعبش في مكانه. يعني يمكن الكابتن حسام غير خمس تغييرات النهاردة. الباكين بدل باهر لعب أكرم أحمد توفيق واحد أحمد أكرم اتشواد عيلة واحدة مش مشكلة. الباك ليفت طبعا لعب ايمن اشرف. بدايه لما بتلعب بالاثنين دولت بتحس انك انت عايز تعمل نواحي دفاعيه شويه. ليه؟ لانه الاثنين القدرات الهجوميه بتاعتهم مش كبيره. يعني سواء ايمن او احمد توفيق تملي بيبقى لعبهم لما بيلعبوا على الاطراف بيبقوا مايلين اكتر للتمركز الدفاعي. هنتكلم تفصيلا كابتن لكن ماشي. انا بتكلم بشكل عام. بشكل عام الاداء بالنسبه لك كان ضعيف جدا. طبعا كان ضعيف الاداء. ويعني الفترات قليله قوي اللي قدرت تستحوذ فيها على الكوره. معظم اللقاء كان الاستحواذ لصالح فرقه الجابون. الخطوره الكبيره كانت لصالح فرقه الجابون وخاصه من الجبهه الشمال اللي هي يمنا رغم ان هو لعب النهارده بثلاثه في نص الملعب وحاطط عمر جابر جنب احمد توفيق وطبعا كمان محمد صلاح بطبيعه لعبه بيلعب في الجنب اليمين فالثلاثه كانوا في الجنب اليمين ومع ذلك هي دي الجبهه اللي طوال المباراه تقريبا في خطوره فيها علينا. يمكن نسبيا الشوط الثاني قلت لكن الخطوره الكبيره كانت علينا من الجبهه ديت. نص الملعب الاستحواذ كان ليهم. بقول لك الخطوره كانت ليهم. أيوة. فرص الاكثر كانت ليهم. يعني لحظات بسيطه قوي سواء في الشوط الاول او الشوط الثاني. منتخبنا هو الافضل يعني. طيب مين الايه؟ اللي يعني اللحظات البسيطه دي اللي كان منتخبنا فيها افضل. من لكن معظم اللقاء كان فرقه الجابون كانت اخطر. بلال عايز برضو اعرف وجهه نظرك النهارده في الاداء والتشكيل الحقيقه وهل نقطه بالنسبه لك مرضيه ولا لا؟ بص خلينا نتكلم يا اسلام انت هدفك ايه من الماتشات دي كلها؟ انت بتأهل نفسك بشكل كويس قوي عشان تلعب المباراه المفترض المباراه النهائيه بالنسبه لك. ما هو انت الهدف يبقى الهدف هنا هو تجميع النقاط. هو تجميع النقاط والاداء. الاداء هو المقياس اللي انت بتقيس بيه. لما انا هروح العب الماتشين النوك اوت تمام
هل انا ادائي اوصل بس الاول؟ طيب لا يعني ما اصل انت بتتكلم على المنتخب لاعب كاس عالم البطوله اللي فاتت وبتتكلم على منتخب المفترض ان هو مؤهل او من المنتخبات المرشحه ان هو يلعب كاس عالم. ايوه النهارده التشكيل، الاداء، الروح، تمام، كل الحاجات دي ما تديش اي اشاره تمام او اي علامه ان انت ممكن تروح لكاس العالم. تشكيل غير جيد على الاطلاق، اداء غير جيد، نسبه استحواذ زي ما قال الكابتن اسامه من شويه نسبه ضعيفه جدا جدا. انت في الاول وفي الاخر انت بتلعب الجابون، بره ملعبك جوه ملعبك انت بتلعب الجابون، فرقه قليله جدا غير مرشحه على الاطلاق اصلا، تمام، ملعب جيد وملعب جداً. رائع جدا جدا والاجواء رائعه جدا جدا. تتكلم في منتخب مصر، منتخب مصر مرشح، لكن الجابون غير مرشحه على الاطلاق. المباراه اللي قبليها هو مغلوب من ليبيا برضه، انت بتتكلم ليبيا برضه فريق ضعيف، فريق يعني غير مرشح على الاطلاق. منتخب مصر هو الوحيد المرشح هنا، تمام. فتشكيل اولا كابتن حسام البدري، هتكلم بس على تعليقه بعد الماتش، يعني انت بتتكلم على تعليق كابتن حسام، يا جماعه افرحوا. طب نفرح بايه؟ ان احنا ممكن النقطه، يمكن قصده النقطه، ولا بالاداء الجماعي، ولا بالتاكتكس اللي احنا شفناه في الملعب، ولا بالسبيريت اللي كانت موجوده؟ يعني في حاجات لازم وهو بيقول افرحوا يقول لنا كمان نفرح بايه عشان نبقى احنا بنفرح كويس يعني. لكن مجملا اداء المنتخب مصر النهارده يعني ضعيف جدا جدا جدا. انت بتفكر لقدام يا اسلام، يعني انت دايما بتبص لقدام، ببص ازاي منتخب مصر ده قدام هيبقى عامل ازاي، تمام. هل انا قدام هبقى اقوى من كده؟ هي نفس العناصر على فكره، انت لما تيجي تختار وتقول العناصر الموجوده بالنسبه لي، هل هيبقى في تغييرات؟ هل في لعيبه هتتضاف للمنتخب المصري؟ بس بلال برضو ممكن اسال عادل في النقطه دي برضو، لانه نقطه مهمه. ما هو العناصر دي بالفعل هي افضل العناصر باستثناء، يعني لو احنا اتكلمنا على الاختيارات من الاول هتتكلم على مجموعه كبيره اوكي كلنا بنتفق عليها، وثلاثة أربعة كالعاده دايما ما بتتفقش عليه، ولو ما اتفقتش عليهم انت عندك الجزء الاكبر القوام الاساسي من الفريق. يعني انت بالزبط. انت ما عندكش اي غيابات، انا شايف ان احنا ما عندناش اي غيابات، يعني مفيش حاجه مؤثره. كل الناس موجوده. لو جيت اتكلمت على سكواد ده وسكواد اللي كان موجود في اخر فتره في كاس العالم، لا انت عندك النهارده بتتكلم في اربع راسات حربه، بتتكلم في نص ملعب متكامل، بتتكلم عندك اثنين صناع لعب، قفشه وموجود عبد الله السعيد ماك بره. بس النهارده والمباراه اللي فاتت كمان، هو المشكله النهارده مش في الاستحواذ، انت ممكن تكون بره ملعبك ممكن ما تعملش استحواذ، مع ان الخصم لا تعرف تعمل عليه استحواذ كويس، مش استحواذ سلبي، استحواذ ايجابي. حاجات كتير جدا متعلقه ببعض، الاجهاد ممكن الاجهاد ده اوفر له طريقه لعب مناسبه، اوفر له جوه الملعب استحواذ جيد، لان انا الكره طول الوقت تبقى معايا، ان انا اللعيبه المجهده دي تاخد وقتها وتاخد راحتها، وحتى لو عايز اعمل كاونتر اتاك، المسج اللي وصلت لنا في المباراتين اللي فاتوا ان انت عايز تبقى فريق كاونتر اتاك، مش معترضين، بس كاونتر اتاك مع مين؟ يعني هل ينفع انت تبقى موجود، تبقى مباراه انجولا في القاهره تبقى استحواذ 51-49 برضو ده مؤشر وعلى ملعبك. النهارده انا شايف ان نتيجه طبيعيه، النتيجه دي طبيعيه، ممكن تبقى فوق، تبقى احسن حاجه وتتعادل، ان فرقه على ملعبها وبره ملعبك، وماتشات افريقيا انت مش طول الوقت بتكسب في افريقيا. ولكن النهارده انا ما بحبش كتير اروح للحتت للمشاكل اللي ممكن يعملها مدير فني لنفسه. بس النهارده كابتن حسام عمل كل حاجه ضد طبيعه لعيبته. بمعنى النهارده انا وظفت فرقتي او عملت تشكيله فرقتي عشان صلاح. وده شيء كويس، مش حاجه وحشه جدا، بس هعملها ازاي؟ النهارده جيت لعبت الثلاثه في نص الملعب عشان صلاح. بس طول الوقت عمر جابر بيستلم في رقم 10، بيستلم في المنطقه بتاعت رقم 10، اذا فانت لغيت قفشه بقى موجود عندك في ملعب بيلعب جناح او بيلعب ناحيه الشمال. ما هو قفشه عادل المفروض انه طرف النهارده، طرف ملعب. ما هو ودي من عجائب الدنيا السابقه. هقول لك حاجه بقى بلال، عارف انت لو انت وجود قفشه ده هو التشكيل فيه، واحنا ممكن نتناقش مع بعض على فكره، مش يعني لازم ان احنا يعني وجود قفشه، لانه احنا الكلام كله بيفتح بعض الحقيقه. وجود قفشه في المنطقه دي، لو انت بتتفرج وبتقيم مدرب او بتقيم الشكل الفريق ده، هو في ريسك. بس الريسك، هل الريسك ده محسوب ولا مش محسوب؟ هل انت ملاعب قفشه في الحته دي عشان تعمل ريسك، ولا ملاعبه عشان يبقى في لعيب ثالث في نص الملعب؟ طب لو لعيب في لعيب ثالث في نص الملعب، هل اللعيب ده مواصفاته ان هو يبقى عمر جابر؟ طيب لو مواصفاته عمر جابر، مع عمر جابر طول الوقت بيدافع وبيهاجم في المكان رقم 10. في صور كتير جدا لو كنا بنتكلم فيها واحنا بنتفرج، لو جيت هتلاقي ان عمر جابر بيستلم في مكان رقم 10، فانت عملت كل حاجه ضد طبيعه لعيبتك. فين عمر جابر؟ عمر اهو في النص بيدافع فين؟ 10 ب 10. طب انت ايه اللي حصل؟ يعني ايه الموقف؟ خلاص لو انت عايز تلعب الاشخاص دي الافراد،
ودي قفشه في حتته، ولعيب جابر وعمر جابر اصلا لعيب طرف، لعيب يا اما بيلعب ناحيه اليمين باك رايت او باك ليفت، ساعات بيلعب باك ليفت ولعب ممكن يلعب طالما انت بتوظفه في حته. هو يعني انت عارف عادل لو انت عايز تلعب نفس الاشخاص، انت قلت حاجه مهمه جدا، انت تغير الاشخاص. لا لا انت بتتكلم عن انت منتخب مصر، انا بقول ان انت ده في اسوء الظروف، خد بالك انا بجيب لك اسوء الظروف، حتى لو انا بدات بالجيم كده ولقيت ان انا طول الوقت ده في الدقيقه 29، وخد بالك في الشوط الثاني في الدقيقه 65 وفي الدقيقه 70 نفس الشيء قبل ما عمر يطرد، نفس الشيء هو نفس المكان. طب ما تنقل، انت اوريدي عامل ده عشان صلاح ما يرجعش دافع كتير. طب انت الشوط الاول عمر بيدافع من جوه، طب ما صلاح برده، ما انت برده هي نفس المشكله اللي انت كنت عايز تعملها، صلاح مش موجود. طب ما تلعب بقى بجناح تاني بقى، العب بقى بزيزو، العب بحسين، العب باي حد، العب بجناح تاني برده عادي. انت اهو فين اكتر لعيب، اكتر لعيب جات له فرص الشوط الثاني انه يلعب الفرقه هو عمر جابر. طب تخيل بقى قفشه هو اللي موجود هنا، مش تقليل من عمر، لكن عمر مش طبيعه لعبه بتاعته، وبالتالي انت عايز قفشه هو اللي ياخد في مساحه. طب ما انت كده عكست الادوار، وفي نفس الوقت ما عرفش يستغل صلاح. ما عرفش يستغل صلاح ليه؟ لان صلاح لو جبناه من اول بدايه صلاح لازم يكون معاك صانع لعب كويس جوه الفرقه. كان موجود معاك ابو تريكا، ثلاث اربع اجوان صلاح مع المنتخب في الوقت ده كان من ابو تريكا. الفتره اللي بعدها كان موجود مع عبد الله السعيد. طيب هو كويس الكلام اللي انت بتقوله ده، بس يا كابتن اسامه ممكن يكون الكلام اللي بيقوله عادل ده هو حول اللعب للطريقه اللي بيتكلم بيها عادل بعد الطرد، بمعنى ان هو نزل عبد الله السعيد وحطه بقى هو عبد الله اللي بيحاول يعمل لصلاح. من وجهه نظري البدايه من وجهه نظري في ان قفشه يبقى ناحيه الشمال، انا مع عادل وبلال مش الاصلح. قفشه حتى لما بيلعب مع النادي الاهلي لما بيبقى في العمق بتاخد اقصى حاجه ليه، لانه قفشه تملي بيحب يلعب في المساحات الصغيره اللي خلف لعيبه الوسط المدافع، بيعرف يعمل لك كره بينيه، بيعرف يكمل على الجون من المنطقه ديت، بيبقى قريب من الجون من المنطقه ديت. لكن لما بتحطه على احد الاطراف، ساعات كنا بنلعبه يمين او احيانا في بعض المباريات حتى معانا احنا الشمال، دي صعبه عليه، فهو بيضطر يعمل حاجه، يضطر بيحاول يدخل للعمق. ولما بيفتكر بيطلع تاني. برافو عليك، جات له كام فرصه انه ممكن يرفع بشمال كان يلف ويرجع تاني. ما مش طبيعته، مش طبيعه لعبه، مش 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 تعرف تاخد منه احسن حاجه. ايوه. في المقابل ايمن اشرف زي ما قلت لك هو بيلعب اقرب لقلب الدفاع اللي بيلعب باك، وانت عارف لما قلب الدفاع بيلعب ظهير باك على الطرف كميه هجومه بتبقى قليله، ولذلك الجبهه دي احنا افتقدناها. أيوة ممكن بقى اخش مع حضرتك في الحته لا فرق. بس قبل ما تخش، هي دي النقطه اللي انت بتتكلم فيها اصلا. أيوة. هي دي اللعبه الوحيده اللي اتلعبت لعبه حلوه طوال الماتش لمنتخبنا الوطني، بس اللي هي من صلاح لشريف شريف وشريف سدد. قفشه بيلعب فين هنا في العمق؟ تحت 10 تحت يعني تحت. هو ده الاساس اللي عادل كان بيتكلم عنه، بس كده. وهو عمر بص هناك اهو تقريبا، عمر اللي ناحيه اليمين ورا صلاح، عمر اللي ورا صلاح. مظبوط، يعني ده الشكل اللي انت اللي الكابتن حسام كان عايز يلعب بيه، ولا لا هو اللي المفترض تلعب او اللي المفترض مش اللي عايز يلعب بيه. بص في نقطه كده يا اسلام، طب ممكن عايزنا عشان ما ندوش من كابتن اسامه في الحته دي. كابتن اسامه اتكلم في نقطه مهمه جدا اللي هي بتاعه الاربعه المدافعين، طبيعتهم كلهم أربعة ثابتين. طب ليه ما لعبش طالما عندي ناس ثابتة؟ ليه ما لعبش بجناحين؟ ما تلعبش بجناحين، أربعة ثابتين. هو احنا دايما ساعات وانت بتعمل هجمة زي ما كابتن أسامة بيقول، يا إما بتطير الباكين، في ناس بيهاجموا كتير فبيطيروا الباكين، وفي واحد بيطلع باك ويقف باك، ده طبيعي احنا اتعلمنا كده. دلوقتي انت الاثنين واقفين، طب ليه ما بقاش فيه جناحين؟ يعني ليه ما بقاش فيه جناحين وتستفاد بقفشه وتستفاد بلعيب تاني؟ بس ساعتها كان ممكن يبقى مصطفى محمد هو اللي اقرب ان هو يلعب راس حربه، عشان هو اللي هيتلعب له كرات عرضيه اكتر. وحتى لو شريف بس هيبقى عندك ملعب. هيبقى عندك حد تاني مكمل. خد بالك شريف انت ممكن تلعب الجيم ده يعني تعمله كاونتر اتاك، بس وانت معاك الكوره تستحوذ، وانت لما بتيجي تدافع هتعمله كاونتر اتاك وهتستفاد بشريف. خلي بالك وشفنا في ماتشات افريقيا كتير، مش شرط مصطفى محمد. انت بقى عايز لو عايز تعمل لو وقفت الاربعه ما تلعب بجناحين، العب بجناحين منهم واحد عنده مواصفات ممكن يبقى دفاعيه شويه، هيبقى عندك حسين او زيزو، واحد من الاثنين معاك صلاح او عادل. او برضو طالما انت بتلعب بحد بيلعب على الطرف مش طبيعته هيدخل للعمق كتير والباك واقف، بيبقى الهاف الشمال ده بيعرف يطلع على الاطراف، ودي مش طبيعه عمرو السوليه. يعني انا دلوقتي بلعب ثلاثه، انا بلعب ثلاثه في وسط الملعب اللي هو عمر وحمدي والسوليه،
تملي حمدي والسولية بيلعبوا من العمق من العمق. فطالما انا عندي قفشه هنا والسولية هو اللي في ناحيته، لان عمر جابر تملي في زي ما حد قال بيروح ناحيه 10 وبيروح ناحيه اليمين، وعمر في كره كمل فيها ناحيه الشمال في اخر الشوط في ماشي. لكن انا اقصد ان انه الثلاثه بتوع نص الملعب الطبيعي بقى لما تلعب كده هيبقى واحد بس اللي ثابت اللي هو حمدي، اللي هو حمدي والسولية ناحيه الشمال، وده لازم يكون عنده حد عنده قدره انه يعرف يلعب على الاطراف. يعني لما يدخل قفشه للعمق ممكن جدا انا بقى ابتدي العب على الاطراف طالما الباك بتاعي واقف يعوض المساحه، يعوض المساحه عشان يبقى زي ما عادل بيقول يبقى في اجنحه. ما انت طالما الباكين مش رايحين قوي لقدام عشان يعملوا كرات عرضيه او عندهم قدرات هجوميه زي ما بنشوف مثلا علي معلول، لما بنشوف الهاني اللعيبه اللي بتعرف تلعب على الاطراف عشان ترفع اوفرات. فطبيعه قفشه لجوه وطبيعه ايمن والناحيه الثانيه توفيق انه بيوقفوا. فاذا انت هتفتقد المساحه دي كلها اللي هي اللي عادل بيقول عليها اللي هو المفروض بقى يبقى طالما كده يبقى العب بقفشه جوه واحط واحد جناح بقى يبقى على الاقل بتاع نص الملعب ده كمان يعرف يروح على الطرف هناك. يعني الحته دي كانت فاضيه ناحيه الناحيه دي كده الشمال اللي فاضيه بلاي. طبعا خد بالك، بص يا اسلام، يعني انت النهارده لما بتلعب لما بتحط قفشه في نص الملعب يبقى انت قاري الجيم او بتشتغل على ان انت تستحوذ، وده وضع طبيعي. يعني النهارده عندي لعيب رقم 10 عشان حاجه انت شفتها بالظبط، عندي لعيب رقم 10 بيلعب زي قفشه كده بامكانياته وقدراته، يبقى انا النهارده بشتغل بستحوذ، عندي لعيب بيقدر يغير الاتجاهات كوره، بيقدر يعمل عمليه الاستحواذ بشكل كويس، ينقل الكره من اليمين للشمال، بصير بلغه السله، يعني بيعرف يعمل الكرات الطوليه الثرو باسز. لكن النهارده لما بتلعب بثلاثه زي دول السوليه وفتحي وجنبهم عمر جابر، يبقى طبيعي لازم يبقى عندك اللي قدام ثلاثه سرعة الثلاثه، لان انت زي ما عادل قال من شويه انك بتشتغل على الكاونتر اتاكس. يعني ده طبيعه الجيم النهارده، ان انت النهارده لما تلعب بثلاثه فلات كده ده النهارده يعني والنهارده الماتش اللي فات واللي فات واللي خد بالك ده المفترض، فلازم يبقى عندك لعيب سريع ناحيه الشمال زي ما عندك صلاح ناحيه اليمين، لان من السهل جدا زي ما عملت النهارده انجولا تقفل على صلاح بشكل كويس، جابون لعيب سريع سوري اسف الجابون تقفل على صلاح بشكل كويس، فيبقى انت اتقتل انت اتقتلت خلاص هجوميا، ما بقاش عندك ناحيه هجوميه بتشتغل. يعني اتقفل على صلاح وما عندكش طرف تاني وما عندكش طرف تاني، انت خلاص عرفت انا كنت عايز اقول ما عندكش صانع لعب، يعني وما عندكش صانع لعب، دي حاجه ثالثه. قفشه تايه مش قادر مش قادر، لانه كان من يعني وجهه نظري هو كان على الاقل الشوط الاولاني افضل، خد بالك يا اسلام احسنهم برضه قفشه كابتن مش قادر هو انت عشان ما عندكش طرف تاني خمان يا عادل، انت مش قادر تشغل محمد شريف، مش قادر تديله في المساحه، يعني ايمن رغم ان كان في مساحات كتيره جدا في واحده في الشوط الاول دفاعات الجابون واحد اتنين ثلاثه لازم اقف عشان لا هو طبيعه اسلام ما انت لعبت في المكان ده وعارف، وانا احيانا كنت بلعب فيه يمكن عادل في نص الملعب وبلال فيرود، لكن احنا لعبنا على الاطراف، في واحد طبيعته كده، هو مش حكايه ان هو مش يعني ايمن بيأدي المكان ده كويس ما بنقولش لا، ولكن في طبيعته انه ما عندوش القدره ان كل شويه يطلع لقدام اكنه جناح زي علي معلول مثلا او زي اللعيبه اللي اتعودت ان هي تبقى طرف قوي كانه وينج في الـ في الـ في الـ وينج يرجع يدافع يعني لكن هو طبيعه لعب يدافع مهما حسام هيقول له هيعمل مره ويعمل تاني، بس هو طبيعته اقرب 70-30 انه يسبح 70-30 ايمن 70 دفاعين كن قفشه قدامه كمان وداخل للعمق، يبقى لازم في حد تاني يملى الـ 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 ومش دور عمرو السولية تملي بيلعب في عمق الملعب. طيب. دي نقطة وبرده سريعة عشان محمد صلاح ناس كتير بتلوم احيانا لا على طبعا محمد صلاح في ليفربول، احنا عايزين نعرف طبيعة لعب اللعيب ايه. محمد صلاح في ليفربول في شغل كتير جدا حواليه في نص الملعب وبعدين بوصله في ال 20-30 ياردة الأخيرة عشان يستغل سرعته، يستغل انه مهارته ياخد الكرة على الشمال ويحطها، لكن مش مطلوب من محمد صلاح انه يجي منتخب مصر يفضل عايز يبقى هو صانع اللعب وهو اللي ينزل يقفل مع الباك زي ما احمد توفيق النهارده لما عمر بيخش لجوه. طيب. يخش لتحت لا وفي طرف مش متعود يا كابتن اسامه برضه، يعني انا اقصد ساديو ماني شغال الناحيه الثانيه يعني اوقات كتيره جدا وعنده نفس السرعات اللي موجوده عند صلاح وعنده مهارات بيقدر يعني عنده حته ناس كتيره ظالمه صلاح النهارده او يعني داخله بتقول ان صلاح لا النهارده مش صلاح انا ايوه هو مش موجود عشان ما عندوش ادوات انا عايز صلاح ما عندوش اي ادوات انه يشتغل في التلت الهجومي مظبوط. انا عايز اقول ايه يعني بلال جاب سيره ساديو ماني، ساديو ماني ما هو في مهما انت بتقعد تمرن اللعيب مهما بس في طبيعه لعب اللعيب. ايوه ساديو ماني عنده القدره ان بيرجع يدافع ويرجع يهاجم ويستلم ويلعب لقدام، صلاح
بيعمل كده شويه في ليفربول، لكن الاساس بتاع صلاح في ليفربول ان في اربعه في نص الملعب بيقتلوا نفسهم عشان يدوا له الكوره، عشان يوصل هو في الجزء اللي هو خطر قوي فيه. دي الكره الوحيده مش مطلوب بقى اللي طلع فيها احمد يعني كورتين. انا برضو بالنسبه لي يعني احمد توفيق بالنسبه لي علامه استفهام برضو يا بلال، بمعنى او انا يعني بسالك هل هو علامه استفهام ولا لا؟ لانه طيب انا الماتش اللي فات لعب بباهر المحمدي، وباهر المحمدي من الناحيه الدفاعيه يعني المفروض الماتش اللي فات تلعب بحد بيهاجم شويه، تغير جوه ملعبك، جوه ملعبك تلعب باللي بيهاجم وبره ملعبك تلعب باللي بيدافع. لكن انت في الماتش اللي فات لعبت باهر المحمدي وجيت الماتش ده مش يعني قعدت باهر المحمدي ولعبت احمد توفيق اللي بقاله كتير قوي اخبار بتتقال ان هو بقاله كتير قوي ما بيلعبش، وفي نفس الوقت النهارده كان اجهد في الماتش يعني كان واضح يعني مش جاهز. فبرضه بالنسبه لي كانت غريبه جدا وعلامه استفهام وجود احمد توفيق وانت عندك باهر المحمدي بره، على الرغم من عندك اصابه اكرم وعندك عمر كان تعبان شويه وبتاع والكلام ده كله، كان لكن كان من الممكن انك تلعب عمر جابر ناحيه اليمين مثلا، برضه بيلعب لعيب بيلعب باك رايت وعنده سرعه وعنده توازن في الحته الهجوميه والدفاعيه، كان وارد انك تلعب يعني هو النهارده كابتن حسام وجهه نظري ان هو ظلم احمد توفيق عمر الاثنين الاثنين، لان الاثنين باينين ان هم يعني وصلاح وظلم قفشه وظلم صلاح وظلم شريف، كلهم كل الناس لعبت ضد طبيعتها. انا شايف ملخص المباراه دي واللي فاتت ان الناس تلعب ضد طبيعتها، فاحيانا في لما يكون في الدنيا مش مترتبه بشكل كويس ترجع للاساس. يعني ايه الاساس؟ تحط كل واحد في مكانه، تحط كل واحد في مكانه هيطلع احسن حاجه عنده، الا اذا انت بتعمل حاجه عشان تقفل على مفاتيح لعب فرقه تانية. لكن انا مش يعني احنا الماتشين مفيش مفاتيح لعب يعني كبيره قوي انك تقفل او مفيش حاجه، او اوباميانج مثلا معروف هيمسك حجازي الونش وخلاص في منطقه انت تقفل المنطقه اللي هتودي له الكوره. لا هم عندهم ثلاث لعيبه، انت بتتكلم في دفاع يعني دفاع ضعيف جدا جدا لاقصى درجه. بس خد بالك انت فرحه كابتن حسام البدري بعد الماتش هو اللي بيخليك تقول ان الفكر او الطريقه اللي لعب بيها هو عايز يخرج بالجيم كده، انك تخرج بالتعادل. على فكره انت ممكن تخرج بالجيم كده وممكن تخسر، خد بالك انت ممكن لا انا عايز اقول يا عادل ان هو النهارده فرحتك بالتعادل دي مخلينا الحسابات بتاعتنا تقول انك عايز تلعب بايمن اشرف عشان يدافع، وعايز تلعب باحمد توفيق عشان يدافع، وعايز تلعب بثلاثه ميد فيلدرز عشان يدافعوا، وبتشتغل بمجدي قفشه عشان يرجع كمان، وبتلعب باثنين يعني مثلا مفترض انك عايز تلعب بشريف وصلاح، هم دول الاثنين اللي ممكن يبقى لهم تواجد هجومي، والباقي عنده نواحي دفاعيه كبيره جدا جدا جدا. ايوه تمام. فعشان كده بقول لك انت بعد الماتش لما تيجي تشوف المدير الفني بيتكلم يبقى بتعرف انت ليه هو عمل كده، ليه اشتغل بده ليه باحمد توفيق ناحيه اليمين، ليه بايمن اشرف ناحيه الشمال، ليه بثلاثه ميد فيلدرز وما بتلعبش ببلاي ميكر صريح، ليه ما بتلعبش بوينج عنده سرعات وعنده مهاره ويقدر ينقلك وانت بتلعب على كاونتر اتاك. اصابه رمضان صبحي برده فرقت معايا، خلي بالك كان ممكن يبدا برمضان بالمعنى اللي انت بتقوله ده، كان بالنسبه له يبقى رمضان بدل عمر جابر ويلعب ناحيه الشمال. بس انا عندي شريف شريف عنده سرعات ولاعيب يلعب بشريف يلعب بمصطفى محمد فيرو الثاني، ويلعب بعمر جابر ناحيه اليمين وتلعب بمجدي قفشه في النص، يبقى انت كده عملت تيم ممكن يؤدي زي ما قال كابتن اسامه. احيانا انت كمدير فني بتحط التكتيك بتاعك، لكن اللعيبه في لعيبه عندها مهارات وعندها امكانيات وعندها قدرات بتبدع في الملعب. النهارده الطريقه اللي انت حطيتها مع اللعيبه مش هتلاقي ابداع، هتلاقي زي ما حصل كده يعني بالظبط. تخيل ان لدرجه ان النهارده الناس على السوشيال ميديا، يعني احنا متابعين على السوشيال ميديا كلنا، الناس كلها بتقول لك ايه ان هو يعني الحكم خدم مصر بان هو طرد عمر واصابه احمد توفيق عشان تغير الجيم. تخيل وصلت لايه؟ انت يعني متخيل صح ان هي وصلت لدرجه يا كابتن اسامه ان الناس بتتكلم عادل ان احنا يعني الناس مبسوطه بطرد لعيب منتخب وان واحد تاني يعني بعد الشر عن اي لعيب ان هو اتصاب؟ لا هو خلي بالك التعليق ده جه لو يعني بعد التعادل، عارف انت لو الماتش خلص هزيمه لمصر كان بس هقول لك هيحصل يعني كلام كتير حتى بخروج عمر واحمد توفيق. بس هقول لك حاجه بس يا كابتن، النقطه دي تحديدا ان الاداء بقى افضل بعد خروج احمد وعمر، لانك زودت لعيبه الكوره في الملعب دي اول حاجه، ولانك بقى في اماكن في الملعب الاماكن الطبيعيه اللي المفروض الناس تلعب فيها كان يعني انت لعبت في اخر الجيم عملت ريسك عالي جدا. لعبت باربعه راس حربه، اربعه مصطفى صلاح ومصطفى وشريف وصلاح صلاح محسن. طب الريسك ده انا اخدت الريسك ده بعد ما كانت 1-0 وعبد الله وراهم في الديفندر وانت مقصود منك واحد. طب يعني ممكن ناخد الريسك ده انك العب بثلاثه وتحتهم اثنين، يعني واحد وينجين
وراجل راس رقم 10، وخد بالك هو مش ريسك، هو ده شيء طبيعي، هو طبيعي ان انت تلعب بمنتخب مصر يا كابتن اسامه. هو انا انا انا, أنا شايف ان كلام الناس انه حصل بالتعادل، لو ما حصلش تعادل بالعكس انا شايف هو في حماس، في حماس، في حماس بعد الجون ما جه وطرد عمر، لان عمر تقريبا ضرب في الدقيقه 70 او 72 كان ناقص ربع ساعه، وبعديها بخمس دقايق نزل تغييرين بتوع مصطفى وعبد الله. بس دي تحسب لكابتن حسام بصراحه، هي دي طبعا واحد عمل تغييرات اضطراريه، هي دي لا لا بجد دي تغييرات. لا لا كمل بس، طرد منك لعيب جاي في جول وبتلعب لك 10 دقايق في الماتش، هتعمل ايه؟ اقول لك حاجه، هقول لك بس ممكن تفضل مكمل. لا طب اكمل ازاي يا جماعه؟ انا بلعب الجابون برده. طب هقول لك بس، ايوه طب ما انت بقول لك كان 4 3 2 1 بتلعب مدافعين كتير. لا دي تحسب للكابتن حسام طبعا، تدي له حق يعني اخر 10 دقايق بالطريقه دي. والله ما اجريسيف ولا حاجه، بس انا هنسمع هنسمع بعض. هو الاداء ما بقاش احلى ولا حاجه، دي من وجهه نظري انا. والناس بتقول كده عشان التعادل، التعادل بس. لا انت لعبت بالظبط كده، تلعب احيانا ثلاثة بس ورا، لان صلاح كان نزل على ايمن اشرف، هو ده اللي عمله على فكره. أيوة لعب بثلاثة وحمدي فتحي واربعه قدام واحد، انت قاعد تلعب كور متشعلقه وعلى بقى على الثانيه زي ما حصل، ربنا كرم في الجون. لكن الاداء مش حلو، الاداء استمر مش حلو، لكن بقت روح اللعيبه اعلى ان هي عايزه تعوض الجون. وتغييره الكابتن حسام انه جازف مجازفه كبيره، انت بقيت شكلك ان في ثلاثة او اربعه في ال 18، لكن انت نص الملعب كله مفتوح. ده خلي بالك دي برضو من في صالح الكابتن حسام طبعا، انه جازف وعمل كده وربنا وفقه، لكن نص الملعب بالنسبه لك كانت فرقه الجابون بتستلم براحتها، وكانوا ممكن يجيبوا الجون الثاني، وكانوا بينقلوا جوه 18 واحنا ناقصين يا كابتن. واحنا كاملين، واحنا كاملين كمان، واحنا كاملين في كوره، فيك وانت كامل في كوره. الشوط الثاني بتلعب بثلاث نص الملعب، والراجل رقم 10 بتاعهم بيستلم في ظهر ظهر خط نص الملعب، ثمانيه واقفين. بص ثمانيه الكوره معاك واقفين بيرجعوا بيطلعوا ماشي، بس يعني احنا وصلاح وشريف قدام وشريف معلقين ماشي، بس تخيل بقى الثمانيه دول فيهم لعيب فيهم قفشه، وفيهم واحد سريع تاني في الكاونتر اتاك، هتبقى عندك فعاليه اكتر، وهيبقى عندك كمان الناس هتاخد الناس الباكات بتاعه فرقه الجابون هتبقى قاعده مركزه، لكن انت مفيش حد، الراجل اللي راح اليمين مفيش حد بيروح له اصلا يعني. انت بتدافع حتى عليه، انت حتى قفشه بيدافع ضد طبيعته. قفشه لما ما ينفعش تشتغل مع لونج، قفشه بيشتغل في كل حاجات كلها شورت سبرنت، حاجات صغيره لكن الحاجات اللي فيها مسافات بعيده دي عشان يدافع فيها مش بتاعته، ومش هتدي له احسن حاجه. وحتى كمان لما يجي يعمل كاونتر اتاك هو مش هيبقى بنفسه، مش هيبقى بطبيعته، مش هيجي يستلم الكوره يديك الباس اللي هي في منطقته، اللي هي بتاعت منطقه نص الملعب. لكن لما يعمل سبرنت 40 متر او 50 متر وبعد كده يطلع ال 40 متر عشان يعمل باس تاني، هيديك الباس بس مش بنفس دقه الباس اللي هو بيجيله في نص الملعب، يروح لافف ويروح حاططها لحد. طيب هنكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم اكتر عن منتخبنا الوطني، وهل يستحق منتخبنا الوطني هذه النقطه، وايه اللي جاي الفتره اللي جايه، ماذا سيحدث برضو، هل ممكن نتكلم عن مبررات؟ يعني الكابتن حسام في كلامه بيقول ان الظروف صعبه، فهل نتكلم عن مبررات؟ والمبررات دي ان انت ما بين المباراه والمباراه 3 4 ايام مش وسفر ورايح وجاي والمباراه، هنتكلم في كل هذه الامور ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. الحقيقه مصدر من اتحاد كره القدم بيقول ان من الممكن ان يكون، مش من الممكن، سيكون هناك اجتماع لمجلس اداره اتحاد كره القدم او لجنه ثلاثيه التي تدير اتحاد كره القدم لدراسه موقف منتخبنا خلال الفتره القادمه، طبعا بعد الانتقادات الشديده اللي بيواجهها الجهاز الفني واللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن الواضح ان هناك حاله غضب كبيره جدا جدا على اداء منتخبنا الوطني في هذه المباراة ومباراة أنجولا. كابتن أسامة، هل من الممكن أن يكون هناك مبررات لهذا الشكل؟ بمعنى أن الكابتن حسام بيقول أن الظروف صعبة جدا، ده كلام الكابتن حسام يعني، أن الظروف صعبة جدا، إحنا لعبنا في ظروف صعبة جدا وبنواجه المنتخب الجابوني على ملعبه، وإحنا عارفين أن هي لن تكون مواجهة سهلة مطلقا، وعندنا ظروف صعبة كتيرة جدا. هو المواجهات كلها هتبقى صعبة، ده طبيعي يعني، لكن في النهايه منتخب مصر طبعا هو المرشح الاول في المجموعه ديت. المشكله ان الاداء في مباراه انجولا والجابون ما كانش مقنع بصوره كبيره، لكن
في بعض العذر في بعض الاوقات يعني ما فيش شك انه المنتخب بيعتمد على لعيبه الاهلي زمالك محترفين بيراميدز هم دول الكتله الكبيره بتاعه المنتخب وده طبيعي لانه لعيبه الاهلي والزمالك بيلعبوا افريقيا محترفين ولعبوا منتخب الاولمبي لا ما انا اقصد بعض الافراد يعني هتلاقي باهر اسماعيلي مثلا في حد تاني من نادي اخر لكن انا اقصد الكتله الاكثر يعني الكتله الكبيره يعني النهارده في حوالي 5 أو 6 من النادي الاهلي في الشناوي الشناوي ايمن سليا حمدي شريف قفشه عندك توفيق وعمر جابر بيراميدز صلاح محترف حجازي محترف غير بقى التغييرات وفي اوقات تانية بتلاقي 5 6 زي الماتش اللي فات من لاعيبه الزمالك كان ابو الفتوح وطارق حامد والوينش كان في 4 وزيزو فانا اقصد الكتله الكبيره بتبقى كده مفيش شك انه المواسم تلحمت في مصر والعدد المباريات اللي اتلعبت في السنتين الاخرانيين بسبب كورونا ثم تكمله الدوري وفي دوري والاهلي بيلعب في افريقيا والكلام ده اجهد لعيبه كتير معظم لعيبه المنتخب فده ده 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 طبيعي فعلا انه في بعض الاجهاد واضح جدا في مباراه انجولا واضح النهارده فرقه الجابون اخف في الملعب اقوى بدنيا تحس التحاماتهم اقوى اصرارهم اقوى كل حاجه بين انه في تفوق ممكن يكون من جزء منه في بعض الارهاق لكن انت عندك برضو اختيارات كتيره للمنتخب وبتغير 5 يعني احنا النهارده ما غيرناش الـ5 والتغييرات جت متاخره شويه فعشان تتغلب بعض الشيء على حته الاجهاد يعني لكن في اجهاد طبعا في بعض اللاعبين ده ما فيش شك في كده الحاجه الثانيه انه دي بقى النقطه اللي كانت مهمه انه ما تلعبش ماتشات وديه للمنتخب المصري في الاجنده الدوليه فبرضو انت بتجيب المنتخب بتجمعه سريعا في يوم ولا اتنين وبتلعب يعني ما بس ده قرار المدير الفني طبعا لو المدير الفني عايز يعمل ما هو بقول لك ما هو مبرر حسام ان ضغط المباريات بالظبط هو ضغط المباريات الدوري وبطوله افريقيا وهكذا يعني او يعني الاسباب دي يعني فهو اللي خلاه او يمنع نفسه انه يعمل مباراه وديه بس ده كلام مش صح ما بقول لك اختيار ده كلام مش صح كابتن ماشي انا في الاول وفي الاخر انا مدير فني منتخب يهمني انا كمان ان انا اشوف لعيبتي في الملعب يهمني كمان ان انا شكل اقيم اللعيبه وشكل الفرقه اللعيبه دي هتتاقلم مع الفكر اللي انا عايزه ولا لا يعني انما النهارده اقعد سنه كامله ما بلعبش ماتش ودي وبعدين اجي اقول الظروف كانت صعبه لا يعني دي غلطه كابتن لا ماشي وانا بقولكش ان هي مش غلطه حسام بس كان ممكن يبقى في تحضيرات ثانيه يا كابتن اسامه يعني ممكن البعض يتفق في الظروف دي ممكن ان في ماتشات وكان في خناقات كتير على الماتشات هتلعب امتى ايوه طب لما لعيبه تجيلي ده دوري انا بقى ان انا ابدا اخلق لهم ايه في 4 أيام اصل انت خد بالك انت بتتعامل مع لعيبه انا بوجهه نظري انا الشخصيه ان انا ضد ان هو إن انا في 4 أيام ما اقدرش اشرح حاجه او في اسبوع ما اعرفش اشرح حاجه لا هيشرح طبعا خاصه دول لعيبه دوليين وهيستوعبوا بسرعه انت ده اعلى طبعًا. اعلى لعيبه المفروض اعلى ليفل لعيبه عند موجوده عندك وانا كمان ليا دور في اختياراتي بالظبط اختياراتي اللي هي تقدر احط لعيبه جوه الملعب ما تبينش الاجهاد ودي نقطه مهمه جدا ازاي وانا ممكن الكره في رجلي حتى استخدام الـ5 لعيبه الاحتياط بس كده انا ممكن اقعد اعمل بيلد اعمل بنايه هجمه اعمل بدايه هجمه ممكن اقعد فيها 2 دقيقة اريح لعيبتي لكن انت المباراتين بتلعب كور طويله المباراتين لو حياتك شفت خدت بالك انت مباراه انجولا أيوة ممكن شوط تاني عمال يقطع عملت بدايه هجمه واحده وبقيه المباراه بتعمل كور طويله ما هو برده ده عكس ان انا عندي اجهاد ما لو عندي اجهاد ما العبش كور طويله عندي اجهاد اللي احنا يعني الحاجات احنا نعرفها ان هو ايه خلي الكوره في رجلك تعبان دور الكوره بتتعب صح ده بالبلدي كده امكانيات اللعيبه دي عادل بس هو ان هو الضغط عادل يدور. من اتنين باكين يعني النهارده انت بتلعب باحمد توفيق اصلا مش باك رايت ما هو ده تمام ده انا بقول لك الثلاثه الميد فيلدر هو ده الاختيار بقى هو الاختيار من الاول انا اللي اختار الاول اللعيبه اللي تقدر توديني للحته دي انا النهارده عندي مشكله في عندي اجهاد عندي لعيبه مش ما بتلعبش مع بعض كتير اشوف اللعيبه اللي تقدر تعمل لي ده اللعيبه اللي عندها رؤيه جوه الملعب اللي عندها شخصيه جوه الملعب اللي هي مش محتاجه مدرب يقول لها اعمل باس ازاي
مش محتاجه مدرب يقول لها اعمل استحواذ امتى، لكن انت اصلا خدت مفاتيح اللعب اللي هم بيستحوذوا حطيتهم في اماكن ما ينفعش تستحوذ فيها، مش ما ينفعش استحوذ فيها، وديته في حته بعيده خالص. يعني انت عندك التيم ده شايف ان فيه قفشه وعبد الله السعيد موجودين عندك الاثنين، اثنين بيعرفوا يتحكموا في اي رتم اي حد، كانوا بيلعبوا مع فرقه كبيره بيتحكموا في رتم المباراه، بس مش موجودين، واحد مش موجود والتاني بيتلعبوا واحد جناح، واحد مش موجود واحد بيتلعبوا جناح بس. هو ده هي دي الاختيارات. انا شايف دي اكتر حته، انا شايف ان الجهاز كان لازم يشتغل عليها الفتره اللي فاتت، اكتر لعيبه الكره في الملعب لازم عندي جناح تاني الكره تروح تقف عنده العب كوره. بس هو مين يا بلال الجناح اللي احنا يعني قلنا رمضان مصاب، قلنا شريف، انا من وجهه نظري محمد شريف. من وجهه نظري محمد شريف او صلاح، ويلعب صلاح محسن يعني، او صلاح محسن ماشي، مرة اتنين عندهم السرعه ويقدروا يلعبوا كاونت، يقدروا كمان يخدموك في طريقه اللعب دي. يعني النهارده لما تيجي تلعب اسلام بثلاثه فلات في نص ملعب كده زي حمدي وقدامه عليا وقدامه عمر جابر، يبقى لازم العب بثلاثه عندهم سرعات قدام، طالما انا مش عايز استحوذ. يعني خلاص هو باين المسج واصله لكل الناس ان منتخب مصر النهارده مش يعني ساعتها ما كانش لازم قفشه مثلا. طبعا يبقى لا، يبقى مش موجود قفشه، طالما هتلعب بالثلاثه اللي موجودين دول يبقى العب باثنين طرفين سرعه جدا، والعب بفيرويد زي مصطفى محمد مثلا، العب بشريف، العب بصلاح محسن ناحيه الشمال، لعيب عنده سرعه ولعيب عنده مهاره يقدر يعدي يقدر يروح تستغله في كاونتر اتاك كره طويله. لكن النهارده لو انت كنت جبت كره من شويه كده منتخب مصر تسعه ورا وشريف وصلاح وصلاح ناحيه الشمال، طب ناحيه اليمين فين؟ مش موجود، مفيش حد موجود. يعني لو قطعت الكوره في ثلاثه على اثنين واقفين في حته واقفين في 20 30 متر، فسهل جدا زي ما كانت كل كوره بتتلعب اثنين شريف موجود وصلاح موجود، اي كوره اهي تمام، الاثنين هم مش باينين بس هتلاقي شريف وصلاح متطرف الناحيه دي مفيش حد. هل قفشه ممكن يعمل السبرنت؟ هل هو سبرنتر؟ لا طبعا. وفي حاجه ثانيه برضه يعني هي حته غريبه شويه بعيد. انا اتفضل يا كابتن. بص هي النقطه دي اللي انا كنت بقول لك عليها، طالما قفشه بيخش في العمق كده كتير وده طبيعه لعبه، لان احنا قلنا دي المكان المميز لقفشه. أيوة. اللي هو المنطقه اللي تحت الفرويد اللي هي رقم 10، لازم الباك يبقى طياره، يا اما اللي بيلعب هاف ناحيه الشمال بيعرف يلعب على الاطراف. يعني احنا في الطريقه التقليديه هو لو لعب ب 4 2 1 3 1 لا وانا كانت عندي جناحين. انا لاعب المباراه اللي قبلها باربع ايام انا لاعب بجناحين. ازاي يعني ليه استغنى عن الاثنين؟ ما استغنى عن واحد، ما هو استغنى عن واحد ما ينفعش. هو بيعتبر ان صلاح واحد يبقى صلاح اثنين. لا هو بيعتبر ان صلاح يعني مكان يعني اللي لعب الشحات وزيزو، هو بيعتبر صلاح اكنه مكان واحد، هو استغنى عن واحد اللي احنا بنتكلم عليه. أيوة. ان هو الطرف الشمال. ومش احنا المباراه اللي فاتت الشحات وزيزو لعبوا. ايوه انا اقصد يعني هو بيعتبر ان صلاح خلاص مكان واحد فيهم. صلاح كابتن قصده يعني صلاح مكان الشحات، يعني هو استغنى عن واحد. انت بتتكلم على زيزو بقى طرف ثاني، واحد لعب ناحيه الشمال واحد فيهم يلعب ناحيه الشمال. انا عندي مواصفات لعيب، انا هنجيب لها حل. عندي مواصفات لعيب لعب رقم 8 ولعب رقم 10 ولعب جناح. زيزو لعب رقم 8 مع الزمالك شويه ولعب في 3 بس هو بيوجد فين؟ انا طب انا ليه يا جماعه بدخل نفسي في كل المواويل دي؟ مش قصدي، انا قصدي لو عايز تشيل جناح وتحط لعيب بمواصفات دفاعيه ما تحط زيزو، هو اصلا جناح وعنده مواصفات دفاعيه كويسه. اوكي يعني يعرف يدافع وفي نفس الوقت يعرف يهاجم. حط صلاح وزيزو تحت الشمال وقفشه تحتيهم خلص الموضوع. الموضوع بسيط، الموضوع بسيط جدا. هو بص يا كابتن، خد بالك عدد زيزو لايق ناحيه الشمال. احيانا ممكن احنا الاربعه نختلف ماشي، لكن لما لو احنا الاربعه متفقين على نفس النقطه دي فيها خطوره شديده جدا. انا بالنسبه لي انا ممكن ابقى قاعدين مع بعض وممكن حضرتك تقول لي كلمه وكابتن اسامه يقول لي كلمه وكابتن بلال يقول لي كلمه، كل واحد تبقوا انتوا مختلفين، لكن لما تبقوا انتوا مجمعين عليا اذا فانا لا لازم اشوف انا في نقطه عندي لازم اشوفها. أيوه. حتى لو انا مصر ان انا فكري صح. لا لازم ارجع، لازم هو دي على فكره ده مش اقل من شخصيتي، ده انا شخصيتي القويه تقول لي ان انا لا في حاجه ممكن اكون الناس شايفاها مختلفه. النهارده انت ناس كتير جدا بتتكلم في نفس الاتجاه، فدي نقطه مش عيب خالص. خد بالك احنا محللين، التحليل ده جزء صغير كده من التدريب، يعني ما ينفعش تقول اقارن المحلل بمدرب. المحلل ده جزء قد كده بالتدريب، بيشوف الماتش وبيحلله، جزء صغير جدا. التدريب ده علم كبير، تفاصيل كتير، بحر واسع، لكن التحليل ده جزء صغير. لكن لما الناس كلها المحللين بيتكلموا في نفس النقطه لا لازم ارجع لهم، لان هو بقى جزء مهم وعنصر مهم جدا في المنظومه، فلازم اخد بالي منها. حتى لو سوشيال ميديا، واي حد هيقول انا ما بتابعش السوشيال ميديا، لا تقول له لا اقف كده، لا لازم تتابع. ده كل الناس بتتابع السوشيال ميديا، خد منه اللي انت عايزه، ممكن ما متأثرش، انا تابعه
لكن ما تاثرش. خد منه اللي ما ياثرش عليك، اللي ما يأثرش عليك شيله على جنب، وخد منه الايجابي اللي ينفعك انت كمدرب او بس برضو صح مظبوط الكلام اللي انت بتقوله ده عادل يا كابتن اسامه. هي الموضوع بالنسبه لي ايه؟ ان انا عندي المنتخب بيختار من 30 من قائمه 30 في 18. ايوه 30 في 18 ده عدد. أيوة. رقم كبير. عدد كام؟ 30 لاعب من 18 نادي. صح. يعني حوالي 500 لاعب او 540 لعيب. ايوه فبالتالي انا اقدر اوصل للي انا عايزه. انا طبيعي. انا عندي فكره. ما هو دي انا كمدير فني عندي فكره مظبوط. الفكره دي بحاول اطبقها من خلال اللعيبه. صحيح. اللي انا بختارها صح ولا مش صح؟ وما عندكش ازمه اسلام يعني دايره واسعه. كمل السؤال. دايره واسعه. كمل السؤال. الكلمه اللي انت بتقولها دي كمل السؤال وانا ارد عليك. دي تمهيد للسؤال. فهو انا ليه ما اختارش من الاول الفكره؟ وبعدين ما انا اكيد مليون في الميه وانا عارف ان ده حصل، ان الكابتن حسام وجهازه الفني اتفرجوا على ماتش الجابون، اتفرجوا على ماتش انجولا، واتفرجوا على مباريات لانجولا ومباريات للجابون. فبالتالي انا كونت الجابون هيلعب ازاي وانجولا هتلعب ازاي، لان ده في خلال 4 ايام. مظبوط طبعا. فانا بالتالي وانا بختار لازم اكون بختار المجموعه اللي انا من 540 لعيب اختار المجموعه اللي انا تتناسب معايا مع الفريق. هو ليه الكابتن حسام ما عملش كده ولا هو عمل كده؟ طب لا انا هقول لك بقى، عشان انت في اول حلقه سالت عادل سؤال او انت قلت له، وانا متفق معاك فيها. انت قلت له الاختيارات بتاعت الكابتن حسام 95% منها صح، وانا اعتقد احنا اربعه اهو، لو اخترنا ال 25 لعيب اللي هم راحوا المنتخب ممكن نختلف في 2 3 4، لكن في 20 واحد من اللي راحوا او 21 قوام الاساس يختلف عليهم، هم القوام الاساسي. مش عشان احنا بنقلل من لعيبه بقيه لعيبه منتخب مصر. لا. ولكن في بعض اللعيبه اللي ظهروا بشكل جيد في الدوري، ولكن ممكن تكون خبراتهم قليله شويه مثلا، والماتشات ضيقه، ماتشات ما فيش ماتشات وديه انت عملتها ما تقدرش تلعبهم على طول. بعض اللعيبه عندهم عدد ماتشات دوليه كبير واحتكوا كتير قوي في كاس عالم قبل كده، في صح. بطولات افريقيا، في الامم يعني، او بطولات انديه زي لعيبه الاهلي والزمالك. عشان كده انا قلت لك الاختيارات مش تقليلا في لعيبه باقي لعيبه مصر، لكن منطقي انه نسبه كبيره هتبقى من الاهلي، نسبه كبيره هتبقى من الزمالك، والمحترفين اللي هم صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه لما يكون سليم، حجازي، يعني في مجموعه كده، نني، في ناس بتختلف والناس بتتفق الاخير نني، يعني في 5 6 اللي هم المحترفين بره، وبعض العناصر من بعض الانديه. فزي ما بقول لك انه الاختيار في ما انا هقول لك بس اسلام الاختيار في مجمله مش وحش، اللعيبه اللي موجوده دي، بس هي الفكره ان الاعب بقى طالما انا اخترت مثلا 20 25 الاعب كل واحد في طبيعه مكانه، ما غيرش طبيعه مكانه عشان الوقت ضيق ومفيش ماتشات وديه. يعني مثلا ما خليش زي النهارده مثلا قفشه ناحيه الشمال، مش محتاج قفشه زي ما بلال قال بقى، يبقى العب بثلاثه وثلاثه مثلا، مع ان انا بقول ان قفشه لازم يلعب، يبقى يلعب في طبيعته اللي هينتج لي فيها كتير، لان كمان مفيش ماتشات كتيره لعبناها عشان اجرب قفشه في الموضوع ده وهل هينجح ولا مش هينجح. طيب. فهي دي النقطه. لكن اختيار كمجمل اختيار اللعيبه يعني ممكن نختلف في واحد اتنين بالكتير. لا لا واحد راح او واحد ما راحش. بص اسلام قال اسلام الحاجه المهمه. قال لك يا كابتن اختار 30 لعيب. ايوه بس 30 لعيب يا اسلام، ما انت عندك من 30 لعيب مثلا 3 4 5 6 كان المفروض يبقوا موجودين النهارده في التشكيل. بالظبط. ما دي هو دي اللي احنا بنقول عليها. يعني انت النهارده يا كابتن اسامه انا اسف، مع احترامنا يعني، انت رايح النهارده عايز من ماتش، هو ده دي النقطه الاهم بالنسبه لك. يعني الكابتن حسام انا عايز اكسب. لا بالشكل ده هو انا مش رايح عشان اكسب. ما هو بص اي حد، ما انا انت لما تسالني انا النهارده وانا قاعد وانا رايح العب ماتش ودي اقول لك انا عايز اكسب. طب الطريقه اللي انت لعبت بيها، التشكيل اللي انت لعبت بيه، المهام اللي اديتها للاعيبه داخل الملعب، هل دي فعلا هتكسبك ولا لا؟ ما هو انت برضو احنا بنتفرج وبنقيم، بتقيم بناء على التشكيل اللي انت حطيته وطريقه اللعب اللي انت حطيتها. أيوه. مش انا اللي بحط، لك كابتن حسام اللي بيحط والجهاز الموجود معاه هو اللي بيحط. النهارده لما تحط اثنين باكين، المهام زي ما عادل قال كده، مهام دفاعيه 70%، مهام هجوميه 30%، يبقى انت مش عايز الاثنين الباكين يبقى ليهم ادوار هجوميه واضحه، مش ما لهمش ادوار خالص، لا ادوار هجوميه واضحه.
زي مثلا علي معلول كده مثلا يعني. بس اقول لك حاجه، بس ده طبيعي يا بلال يعني. لا ده ممكن يحصل بس لو على الجابون يعني الجابون. لا طب اكمل اي مباراه بره ملعبك الحته الاربعه اللي ورا دول منطقي ماشي. لا منطقي مع الجابون. لا مع اي حد دي لا دي الدراسه اللي انت بتتكلم عليها. انا درست الجابون، شفت امكانياتهم، شفت قدراتهم، هل هم فرقه تقيله، هل انا مثلا ممكن الجزء الثاني بقى ارجع ادافع البناء. انا بنيت خط، ما هو انا ببني عليه يعني. هو ممكن هي وجهه نظر على فكره، ان انا بوقف الاربعه بس انا اوقف الاربعه بس يبقى عندي اثنين، يبقى عندي جناحين بيقوموا بمواصف يعني بمواصفات احنا قاعدين تعوض. احنا قاعدين في تكييف دلوقتي خلي بالك. فممكن نقول ايه، ان هو لو كان لعب ب 4-2-3-1 عادي كانت هتبقى افضل يعني. بمعنى ان هو كان لعب باثنين طارق او يعني حمدي والسوليه او طارق والسوليه او اي اثنين في المكان ده، ويلعب بوينج رايت ومحمد صلاح ووينج ليفت زيزو او الشحات او صلاح، او الشحات او صلاح محسن او شريف او هقول بس هقول نقطه بس محدد. الفرقه الكبيره ما بتغيرش من الستايل بتاعها. الفرقه الكبيره بتلعب بره زي ما بتلعب جوه. الفرقه الكبيره عندها قدره. بص انا من المدرسه مختلف معاك تمام. لا بس ممكن يبقى عندك هويه، ممكن يبقى عندك هويه، بس جوه الهويه دي انت غيرت الهويه بتاعتك النهارده اصلا. غيرت من الشكل كله النهارده على فكره. الهويه دي مش في الباك. مفيش شك ان اي فريق اي نادي يعني او منتخب بيبقى ليه شكل في اللعب ثابت وستايل بره وجوه. بس احيانا في مباريات بتتطلب منك انك تغير من شكل اللعب. هل المباراه دي تحتاج لا انا بقول على دي، انا كنت هسالك على دي. انا بتكلم على وقت دلوقتي مش بتكلم على النهارده. هو الجزء الاولاني يا بلال، الجزء الاولاني يمشي. بص انا شايفه يمشي بره ملعبك ومعاك صلاح بتلعبه جناح، فمحتاج توقف الباك بتاعه شويه. كلمه قال لك انت عندك، انت اكيد درست انجولا واكيد درست جابون. لا انا كده ما درستش الجابون. كابتن فرقه دفاعيه مهلهله، ما عندهمش غير ثلاثه بيلعبوا في المنطقه اللي قدام بيشتغلوا عليهم. انت النهارده تلعب بثلاثه في نص ملعب، والجابون ماسكه الكوره في نص ملعب على فكره. نص ملعبهم كويس. هو الحقيقه بلال بقى نص ملعب، بس هو الديفنس شويه في لخبطه، لكن نص ملعبهم كويس. انت درست فرقه، ممكن تكون درست فرقه الجابون بس لغيت كل مميزاتك. مميزاتك انت درست ممكن تكون درست انت بس انت بقى انت كفرقه ايه مميزاتك؟ انت اتلغت. ما انت ما عندكش مميزات النهارده خالص في الملعب. لا ما هو انت لغيتها في هي اتلغت عشان تقدر انت تعملها. خد بالك حتى لا استنى بقى، حتى النواحي الدفاعيه لا بتضغط كويس، اطراف الملعب بتاعتك غير جيده خالص. والحته اللي انت واحد على ناحيه اليمين اكتر مكان تلعب فيه اللي هو يعني حتى كمان النواحي يعني حتى كمان لما بتلعب بسيستم عشان تدافع بيه كويس قوي زي ما قالوا الكباتن يعني اثنين باكين ثابتين ما اشتغلش بيه كويس. الاثنين باكين ثابتين كمان انت بتتهاجم انت عامل اثنين باكين ثابتين وثلاثه في نص الملعب. ده النهارده في سته دبل باص النهارده من ناحيه اليمين من ناحيه باهر من ناحيه شمال سته دبل باص انفرادات كلها انفرادات من ناحيه لا من ناحيه احمد توفيق سوري توفيق يعني ناحيه شمال اليمين بتاعتنا اسلام رقم 20 اللي هو دينيس بوانجا ده يعتبر نجم اللقاء اللي هو رقم 20 صراحه. كان ست كور ناحيه الشوط الاول ست كور شمالهم يعني منا اللي فيها احمد توفيق وعمر جابر. ما هو دي اللي كانت مستغربه ان الناحيه دي فيها صلاح وعمر لا جابر. بس خلي بالك صلاح رقم 6 واقف مع صلاح ولا بيهاجم ولا هو واقف مع صلاح ما بيعملش حاجه. لا انا اقصد ماشي بس هي في النهايه اقصد في جبهه فيها ثلاثه بتوعنا يعني اكرم احمد توفيق وعمر جابر وصلاح على خط واحد يعني اكن بص الكره دي يا كابتن اسامه الرقم 20 بص يا كابتن اسامه انا عايز اقول لك الكره دي انا اقول لحضرتك حاجه. عمر جابر اصلا موجود في المنطقه دي عشان يروح عشان يروح يميل ناحيه صلاح عشان يشتغل عليه. ايوه هو عمر جابر طول الوقت بيدافع من القلب بالظبط يعني بتاعته ما بيدافع من القلب. انا قلت لك عشان كده هتلاقي صلاح في مواقف كتيره بيرجع كتير قوي عشان عايز يقفل ناحيه احمد توفيق. وقلت لك دي مش طبيعه لعبه في ليفربول. ليفربول بيأثروا عليه المسافه اللي يروح فيها على الجون يعني هم بيضغطوا. لا انا بتكلم قصه ثانيه يعني انا بتكلم انت بتغير طبيعه لعب صلاح يعني. يعني صلاح احيانا لما بيجي مع منتخب مصر في شغل كتير جدا في ليفربول بيتعمل عشان يوصلوا صلاح لل 20 متر الاخيره اللي هو بيجيد فيها اجاده غير طبيعيه. لكن انت لما بقعد اجهد صلاح انا في الدفاع وان يخش في تحت في العمق هو ما عندوش القدرات البدنيه زي ساديو ماني مثلا يقدر يروح يدافع لغايه الباك وبعدين يطلع على الجناح تاني وبعدين يرجع تاني. لا هو ليه مواصفات معينه بتستغلها احسن استغلال. فدي انت افتقدتها النهارده وافتقدت كلنا متفقين ان موضوع قفشه لما بيلعب على الاطراف
بيقل كتير حتى هو شخصيا، رغم ان هو ما كانش سيء قوي كان معقول يعني، لكنه بيقل كتير كشخص هو كلاعب هو، وكمان قلل الاستحواذ نحنا ونقل الكوره والعارف كان بيسمع الحاجات دي. يبقى لاعب كل واحد في مكانه اللي احنا قلنا فيها ريسك شويه، يبقى لاعب كل واحد في مكانه. مقبول انا ممكن بالنسبه لي انا ممكن اعمل فكره ان قفشه يلعب ناحيه الشمال ما عنديش مشكله خالص، بس دخل صلاح تحت شريف والعب ناحيه اليمين بجناح ناحيه اليمين، او بعمر جابر لعبه ناحيه اليمين والعب بالاربعه دول. اللفه دي يا عادل مش لفه خالص، خد بالك هي مش لفه خالص، هي انا بقول انت احنا كده لففناهم برده عادي. انت عايز تعمل ايه؟ بص يا كابتن انت عايز تعمل ايه اصلا في البدايه؟ لا انا مش عارف، انا عايز تعلق صلاح. انت عارف هو السؤال ايه؟ عايز تعلق صلاح. السؤال اللي هو قفشه بيلعب ناحيه الشمال ليه؟ بس هو ده السؤال. حتى لو انت عايز تاخد ريسك يعني عايز تاخد مخاطره، قفشه بيلعب ناحيه الشمال ليه؟ هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نشوف قفشه بيلعب ناحيه الشمال ليه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. القفشه بيلعب الشمال ولا عايزينه يلعب فين؟ لكن في النهايه برضو كابتن اسامه، وده سؤال مهم جدا من وجهه نظرك، اللي احنا عرفناه من مصدر من اتحاد كره القدم ان هناك اجتماعا لتحديد المصير وتحديد وموقف منتخبنا الوطني خلال الفتره اللي جايه، هل انت مع بقاء ام ان كابتن حسام يمشي؟ لا يمشي ليه؟ اصل هو الطبيعي انا متعاقد مع مدير فني انه يستمر لغايه لما يشوف الهدف اللي هو محطوط له يحقق تمام. ولا لا انت كنتائج حتى الان تعتبر نتيجه جيده، مش ما تقدرش تقول ان النتائج سيئه. هو فعلا الاداء زي ما قلنا في ماتشين انجولا والجابون الاداء مش مرضي، لكن كنتيجه انت اول مجموعه انت كسبان هنا ومتعادل بره، حتى لو لعبت اداء احسن من كده كان ممكن جدا تطلع برضو متعادل، فانا اعتقد انه طبيعي انه يكمل يعني عادي طبيعي منطقي يعني. بلال بص كابتن حسام مدرب كبير يعني مدرب محترم، عادل بس بيضحك عشان عارف انا هقول ايه. لا بس هو اداؤه مع المنتخبات غير مقنع حقيقه يعني، ممكن يكونوا في مدرب ما يعرفش يعني ما بيشتغلش مع منتخب يشتغل مع نادي طبيعي، عايز لعيبه موجوده تحت ايده على طول، عايز لعيبه دايما بيشوفها بيدربها بيشتغل معاها فترات مستمره، فبالتالي دي نوعيه كابتن حسام البدري اعتقد من وجهه نظري يعني. انما شغل المنتخبات ان انت مثلا تستنى ما اعتقدش يعني. انت مع بقاء ام يعني انا ما اعتقدش ان كابتن حسام ممكن يكمل يعني في الـ في الـ في, 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 في عايز عادي ولا حاجه والله مش عايز نساله مش طيب عادل انت طب اساله نفس السؤال على فكره انت رحت لا طيب يعني بلاش عادل اساله نفس السؤال عشان نقول اسئله تانية ماشي برضه الناس بتتضايق. خليني برضه اسالك في ان يعني الجهاز الفني الفتره القادمه كيف يفكر الجهاز الفني في الفتره القادمه؟ هو ده بقى السؤال يعني اللي احنا نشوف، هل الجهاز الفني الفتره القادمه هل عنده امكانيات ان هو يقدر يغير الشكل الفترة اللي فاتت ولا لا؟ هو ده السؤال. هل الخامة اللي معايا دي انا هعرف اوظفها بشكل جيد ولا لا؟ هل انا هستفيد من الفترة اللي فاتت دي ولا لا؟ خلينا نتفق ان تصفيات كاس العالم مش هي دي المجموعة دي في شهر مارس لا مش بالظبط مش هي دي يعني المجموعة دي مع كامل احترامي ليها انت ممكن تلعب بمنتخب اولمبي وتصعد بيها خلينا نتفق. لو ما عندكش العناصر عرفنا رايه اساسا لو ما عندكش رأي. لا مش يعني كده عرفنا رايه في النص من غير ما يقول اتفضل مش هقول رايي انت حضرتك سالتين سؤال وانا برد ماشي. في الاتجاه ماشي. ده فانت مش هو ده الفيصل بينا هو البطوله الجاي المباراتين النوك اوت انا محتاج بقى ابدا اطور من شكل واداء المنتخب هو ده المفروض لما تيجي نقعد امتى هتطور امتى مفيش وقت بص يا بلال انت لا ما عندكش وقت وجهه نظرك لا ما اقصدش انا عامه بس انا مفيش وقت انا هقول لك امتى طيب ما انا مفيش وقت طب امتى انا هقول لك ما هو ايه الدروس المستفاده للجهاز الفني من ده ان انا اخد لازم اخد اللعيبه قبلها باسبوع على الاقل لا لازم حاجات كتير اول حاجه لازم ان انت تتساهل في حقوقك انت اول واحد هتتحاسب فانا بالتالي لازم اخرج من ده انك ما تتساهلش في حقوقك اللي هي ايه معسكرات المفروض اي مدرب طالما مضيت عقد او انت بتعمل حاجه وانت في منتخب بلدك يعني مش حكايه مضيت عقد ولا بس ده منتخب بلدك طالما ارتضيت انك تبقى موجود في مهمه
فانت هتحاسب على كل دقيقه في المهمه دي. لازم يتوفر لك احسن حاجه، لازم تحارب على كل حاجه، لان انت في الاول وفي الاخر انت اللي هتحاسب، مش بتاعتي مين بقى بيلعب ايه مؤجلات، مش انت ممكن تكون عشان اللعيبه عشان الدوري ممكن يكمل سنه انت في حته مش عايز تروح، بس انت طبيعي ان انت لازم تحارب طالما ارتضيت تبقى موجود في حته لازم تحارب. فانت بالتالي فانا شايف ان لازم يكون عندك اعداد كويس، لازم تشوف اخطائك، ما تبقاش انا كمدرب ما ينفعش ابقى بكابر في حته، ما ينفعش اروح لحته لوحدي لان كل الناس مجمعه، خلاص احنا كلنا مجمعين، فما ينفعش اروح لنفس الحته لوحدي. رجع صدقني من اسهل حاجات في الدنيا انك ترجع للاساس الدنيا تمشي لوحدها. ازاي؟ ايه الحاجات اللي احنا كنا فيها؟ ارجع للاساس. هو الموضوع مش معضل، خلي بالك، هو احنا كل مشكلتنا ان احنا هتشيل واحد تحط واحد مكانه، يعني هتشيل واحد توظف في مكانه بس تعدل فرقتك، مش هتعمل حاجه معضله، لان انت برضو في الاول وفي الاخر انت معاك كواليتي كويس من اللعيبه. هو ده المشكله ان احنا عندنا، بس هو خباك المعسكرات ما بقاش فيه معسكرات زي زمان. حتى كابتن انت محتاج بقى تشتغل كتير اجنده دوليه، وانا انا بقى لي فتره انا محتاج احضر بقى، محتاج احضر النهارده اللعيبه بعيد عن يعني بعيد عنه. والجهاز لازم يكون له دور، لازم يكون في ادوار ثانيه للجهاز، ادوار بمتابعه، ادوار. طبعا هنشوف اللي هيحصل الفتره اللي جايه، لانه فتره مهمه جدا في مسيره منتخبنا الوطني. خلال الفتره جت عندك ماتشين في شهر 10 وماتشين في شهر 11، وبعد كده امم افريقيا في شهر 1، بطوله عربيه وبطوله عربيه الاول في اول 12. فبالتالي الجدول مزدحم جدا 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 لكل شيء. نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال الفتره الجايه. بشكرك جدا يا كابتن اسامه على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا لك يا اسلام. شكرا جزيلا يا كابتن اسامه، شكرا جزيلا يا كابتن بلال على وجودك معانا، شكرا جزيلا يا كابتن عادل على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره نكون مع حضراتكم على الهواء مباشره، بكره الاثنين يبقى هنبقى الساعه 11 زي ما حضراتكم دايما متعودين مننا في برنامج البيت الكبير. بكره نتقابل مع حضراتكم ان شاء الله في تمام الساعه 11. اشوفكم بكره على كل خير. اصبحوا على خير.